ايه يعني المختلف يا ابو تريكه يخليك توصل انك تختار القميص رقمه انك تلبسه زيه؟ هو بني ادم محترم جدا، وبيساعد عامه، بيساعد الناشئين كلهم. ما كنا بنطلع في الفريق الاول، غير النجوميه بتاعته، وانا حبي ان انا لعبه كمان اكتر، واخلاقيا يعني ما ينفعش يتكره يعني. فما مش معنى لا بلعب في الزمالك ما احبش ابو تريكه، لا مفيش حد بيقول الكلام ده، احنا الناس المتعصبه بس، واحنا ما تلبست تعودناش بعد على كده رقم التعصب يعني. 14. انا اصلا بلبس 14 طول عمري، تمام بس لما رحت اليونان ما كانش 14 فاضيه، تمام لبست 7، بعد كده 22، بعد كده لما رجعت نادي الزمالك طبعا كابتن حازم، تمام فبعد ما كابتن حازم مشي خدت 14، بعد كده حسين جه خدها، حسين ياسر المحمدي، بعد كده خدتها تاني. انا اصلا طول عمري بلبس 14 وانا صغير في المنتخبات وفي النادي الاهلي وكل حته. بس كانت ايه القصة وراء ان حسين ياسر ياخد الرقم اللي انت بتلبسه؟ انا هل ده كنت مشيت تقريبا. كنت مشيت في خلافات بتحصل بسبب الارقام احيانا وان لاعب حصل يبقى معاه مع بيلبس؟ احمد عيد عبد الملك، ايوه وكان في النادي كان عاوز يديها له، وانا ما رضيتش، كنت انا يعني انا اقدم من احمد في النادي. فساعات بتحصل اكيد في وصلت الارقام دي. لايه في الاخر؟ ان هو خد ال هو خدها في الدوري، انا خدتها في افريقيا، ايوه بس طبعا ده من حاجه يعني ناس مش محترمه في النادي ساعتها، هم اللي عملوا الموضوع دوت. ف ان هم يعني ايدوا الرقم بدون علمك في افريقيا. هي مشيت كده يعني، مشيت عشان احمد عيد كان جاي. ما انا بقول لك عشان بص، طول ما الواحد محترم هنا في مصر الدنيا تبقى صعبه جدا يعني. كان ايه رد فعلك ساعتها؟ لا كلمت ناس في النادي، بس طبعا خاصه وانت جايب احمد عيد عبد الملك، جايبه صفقه ونادي الزمالك والدنيا وبتاع، فلازم طبعا اكيد هيرضوه. فجت على حساب مين؟ عليا انا. طب انا طبعا مش هسيبها، عشان انا مش اي حد هيجي يقول لي انا. وميدو ساعتها، ميدو اما جه يستاذن مني وقال لي باذن الله انا عاوز اخد 14، فميدو ما ينفعش اتكلم مع ميدو تمام لان نادي الزمالك وراجل اقدم مني بكتير في النادي، فمش هينفع اتكلم معاه. فلا كلمت مع ناس في النادي وبتاع، وخلاص معلش وما ازعلش كده يعني. بس عادي خلاص، الواحد ما يعني الموضوع عدى يعني. بس هو شخص معين هو اللي كان متسبب في الموضوع ده؟ من الإدارة ولا من من الاداريين. الإداريين؟ طيب وقتها يعني هل حصل خلاف وصل بينك وبين اللاعب نفسه لا لا أحمد لا عيد عبد لا الملك؟ لا لا، اصل ده طبيعي. اصل لو انا رحت، هو لو اقدم مني في حرس حدود وانا رحت قلت له عاوز 14 هيسيبها لي؟ لا عمره ما يسيبها لي، فاهم يعني؟ هي بتبقى بالاقدميه واحتراما. انا الراجل جاي عليك، عمري ما اطلب منك 14، عمري يعني، فاهم؟ اخد اي رقم فاضي. انا ما رحت نجوم المستقبل واي رقم فاضي لبسته، ما قلتش انا كنت عاوز لابس رقم كام في نجوم المستقبل؟ 24 24، وكان رقم جديد تماما عليك. اللي موجود بقى ساعتها، فاهم؟ مش هروح انا اقلع واحد لبسه عشان اقول له البس انا الرقم دوت يعني. مش الرقم خلاص، مش هموت لو ما لبستش الرقم يعني.